هاي كيفكم؟ أتمنى تكونوا بخير إن شاء الله. اليوم جاي بقراءة شهرية لبرج الحوت، رح أحاول أحكي فيها عن الأحوال العاطفية لإلك وللشريك، ورح أتحدث كذلك حتى عن العزاب، رح أتحدث كذلك حتى عن الأحوال العامة لإلك يا برج الحوت. بس بدي أقول شغلة، إنه هذه القراءة تنطبق على برج الشمس القمر يطالع، وفي إمكانية إنه تكون قراءة عكسية كذلك، خاصة إذا تحدثنا عن الوضع العاطفي. قبل ما أبدأ القراءة بدي أطلب منكم إنه تعملوا لي فولو على الإنستغرام تبعي، تابعوني هونيك، وشكرا لكم. أوكي، بالنسبة لك يا برج الحوت، عم شوفك كأنه إلك مدة عم تقاتل من أجل نجاحك العملي أو حتى نجاحك بمشروع ما، وبالأخير عم شوفك عم تستسلم، وكأنه خلاص تعبت من البحث وراء هذا الشيء، وكأنه خلاص يعني عم شوف في تعب، يعني تعب كبير وراء اتباعك لهذا الحلم. عم شوفك بالوقت الحالي ممكن واخد بوز او واخد وقفة، ما عم تشتغل على هذا الموضوع، ممكن يكون علاقة اي شيء. اوكي، بالنسبة للشريك عم شوفه بالوقت الحالي كأنه بيشيل كل شيء معه، كرامته، مشاعره، احاسيسه، ويذهب يعني لحاله، لانه عم شوفه يظهر بهذه الطاقة، يعني بارم ظهره ومتجه نحو حياته. اوكي، ممكن انتم منفصلين او مبتعدين، وعم شوفوا كتير بقاوم مشاعره تجاهك، بقاوم الاحاسيس التي يشعر بها يا برج الحوت، ومبتعد. عم شوف على انه ممكن يريد موازنة حياته، يريد العدل، ممكن تكونوا انتوا مع بعض، ممكن كنتوا بعلاقة زواج وهلا في مشكلة بالمحاكم او في قضية بالمحكمة، ممكن في قضية طلاق، او بدكم انه تنهوا العلاقة بشكل نهائي. عم شوفك اكثر تهتم للعمل او تهتم للاهتمام بالعمل، ممكن انت عامل بلوك وما عم تفتح ابدا يعني طاقتك لهذا الانسان، وكأنه ما هو مستعد ابدا انه تفتح طاقتك. اوكي، عم شوفك تهتم اكثر للمال ونجاحك المادي، ممكن للبعض منكم يكون في حاليا خلص انتهيت العلاقه بالنسبه لكم، وعم تفكروا انه تهتموا بالعمل وتهتموا بحياتكم ونجاحكم المادي يا اصحاب هذه القراءه. عم شوف كذلك حتى الانسان الاخر عم يشعر كأنه في خضة، او في يعني في صدمة بحياته. أصحاب يعني الشريك يشعر بصدمة، عم شوفه على هذا الإنسان ممكن بفكر إنه يبدأ شيء جديد، ممكن يبدأ علاقة جديدة، يبدأ حياة جديدة من دونك، كأنه أنتوا وصلتوا لنهاية الطريق وكل واحد بارم ظهره اتجاه الآخر. أوكي، عم شوفك لساتك عامل بلوك لهذا الإنسان، ما عم تفتح باب تجاه الكلام او الكوميونيكيشن بيناتكم، وحتى الشريك عم شوفه ممكن هو الانسان، هذا الانسان عم يعيش بالماضي، بخيال الماضي، لانه عم يطلع لي ذا لافرز مع السكس اوف كابس، كمان هذا الانسان بيعيش بالماضي وبحب يعني هذه العلاقة التي كانت كتير حلوة، ممكن عم يتذكرها، ممكن عم في كتير امور تشغل باله لهذا الانسان لساته، هذا الانسان مو قادر ابدا انه يعيش من دونك، بس انت كأنه خلاص بالنسبة لك الامر انتهى هون، وما عم تفتح باب لهذا الانسان ابدا. عم شوف كذلك على انه هذا الانسان لساته عنده امل انه ترجع لحياته، انه تفتحوا باب جديد، ممكن هذا الانسان لساته عم ينتظرك، لساته عم يستنى انه يفتح باب اتجاه الصلحة والبدايات الجديدة. اوكي، عم شوفك انت شوي هيك مهتم بحالك، مهتم بأناقتك، مهتم بكتير امور، ممكن ما صرت تهتم اكثر للعلاقة، كانوا العلاقة كانت تاخد من وقتك، وانت بالوقت الحالي ما عم تفتح هذا الباب. عم شوف حتى لانه يا برج الحوت صرت شوي متكبر على هذا الانسان، صرت ما عم تعطي فرصة بصفة نهائية. اوكي،
ممكن بخطوته القادمة ممكن يتقدم لإصلاح الأمور بينكم، ممكن إيه في شخص، حتى في شخص ممكن يتدخل، في امرأة ممكن تكون برج مائي ممكن تتدخل لكي تصلحها بينكم، بس ما عم شوف الأمور ممكن تمشي على خير، لأنه عم شوف لأنه عم تطلع لي 9 أوف سوردز، ممكن تراجع الأمور، ما تحسها أنه جيدة جدا أو أن هذا الإنسان لا يستحق الصلحة، وممكن ترفض يعني العرض بشكل نهائي. أوكي، عم شوف في كأنه في حدا عم يقدم عرض، في شخص ممكن هذا الإنسان يتدخل أو يطلب من شخص آخر التدخل لإصلاح العلاقة بينكم. ممكن هذا الإنسان كذلك ممكن كان متلاعب أو كان بحب أنه يدخل بعلاقات، ممكن هذه الأشياء خلت هذا الإنسان أنه خلتك أنت بالضبط أنه تقفل أبواب الصلحة أمام هذا الإنسان، بس عم شوف في تدخل شخص، ممكن هذا الشخص يريد إصلاح العلاقة. بالنسبة للطاقات ممكن أنا عم شوف برج الأسد، ممكن شوف الجوزاء القوس، وعم شوف الأبراج الترابية النارية والهوائية، وحتى الماء عم يطلع بهذه القراءة. عم شوف بالنسبة للعزاب ممكن يكون في علاقة جديدة، ممكن تكون في علاقة جديدة للبعض، يكون في فتحة خير وعلاقة جديدة، هذه العلاقة ممكن تنشأ بهذا الشهر، وللبعض منكم ممكن تكون علاقة من الماضي ورجعت، لأنه ما عم شوف في خصامات، ممكن هذا الإنسان كنت متخاصم معه، وممكن هذه الرجعة راح تكون بداية جديدة لبعض، ممكن تتوج إنه تتصالحوا، إنه تتصالح الأمور العلاقة بينكم وتبدأوا من جديد. أوكي، أما بالنسبة للوضع العام يا برج الحوت، ممكن بالوقت الحالي تلجأ لإعطاء صدقات وأموال لناس مستضعفين، ممكن تحط شوي هيك، تحب إنه تهتم بالأطفال، إنه تهتم بناس كتير ضعفاء بالوقت الحالي، برج الحوت بحب إنه يهتم بهيك ناس. عم شوف كذلك حتى انه عم تتواصل على الانترنت، عم يعني عم شوفك حتى انه انت صرت منفتح اكثر لاشياء جديده بالحياه، حتى انه عم شوف في قضايا بالقانون، ممكن هذه القضايا اذا كنت انت فاتح قضايا بالمحاكم فممكن الامور تتصلح وتنجح. حتى انه عم شوف يا برج الحوت انه في كتير طاقة القوة، في طاقة المقاومة، في طاقة انه انت بهذه الفترة عم شوفك بطاقة نارية، انت قيادي، انت بهذه الفترة عم شوفك مصمم الى ان تنجح، ويعني عندك اهداف كتير كبيرة. عم شوف على انه صرت تحب حالك اكثر، صرت تحب الاطفال، صرت تحب المساعدات الخيرية والاهتمام بالناس الضعفاء. عم شوفك عم تلتجئ الى العزلة يا برج الحوت. عم شوف حتى ممكن انه تكون بالوقت الحالي مواردك المادية مش جيدة، او ممكن انت عندك اموال متنازع عليها بالمحاكم. اوكي، ممكن انت لهلا عندك مشكلة بالمحكمة، مشكلة تتعلق بالمال، وعم شوف انه هذا الامر ممكن بهذا الوقت يرجع للسطح. اوكي، عم شوف على انه كذلك في عجلة الحظ معك يا برج الحوت. عم شوف ممكن يكون في بداية يعني برم عقود بالوقت الحالي، ممكن عقود عمل، عقود تتعلق حتى بشراكات عملية. عم شوف حتى للبعض منكم ممكن يكون في زواج. اوكي، عم شوف في موت علاقة او موت شيء كان بالنسبة لك جدا مظلم، ما عم تشوف نتيجته، عم شوف في موت هذا الامر وبداية شيء جديد. ممكن يكون في موت للبعض منكم، في شخص مات اذا كان جد او اب بالماضي، فممكن تقبض فلوسه او ممكن تقبض مستحقات تركها هذا الانسان جد او اب. ممكن عم شوف على انه ممكن تنشب مشاكل تتعلق بالمال، بس الطاقة العامة عم شوف في سعادة، عم شوف في طاقة نارية كتير عالية، انت متوهج وعندك رغبة انه تحقق كتير احلام. اوكي، عم شوفك عم تسكر بابك تجاه
كل شيء يظلمك يا برج الحوت، كل شيء عم يجيب لك ألم، علاقات مثلا كانت عم تجيب لك ألم، أشخاص كانوا سامين بحياتك وعم تبدأ بداية جديدة نحو التألق والنجاح. ممكن حتى يكون في شهرة بهذه الفترة، أو يكون علاقتك بالوقت الحالي طيبة جدا مع الأب. عم شوف على أنه في أشياء تتعلق ب المحاكم، يعني في كذا أمر يتعلق بالمحكمة عم شوفه عم يطلع للسطح. أوكي، عم شوفك عم تهتم شوي لصحتك لجمالك، عم تهتم كتير للصحة وللجمال الخارجي يا برج الحوت. بس عامة عم شوف الصحة جيدة، عم شوف الأمور، عم شوفك كتير عندك انرجي انه تبدأ اشياء جديدة، عم شوف في طاقات جميلة لإلك يا برج الحوت. ممكن تكون في شراكات، في بدايات، حتى انه عم شوفك يا برج الحوت متألق بهذا الشهر، بس عم شوف في قضايا ممكن تربحها تتعلق بالأموال. أوكي، ممكن أموال مشتركة، أموال مثلا أموال إرث أو أموال تخص الشريك، شريك الزواج. أوكي، كذلك عم يظهر على أنه أنت بهذا الشهر عم تقدم سيرفايس، يعني خدمات للناس المستضعفين، للناس اللي هن بالعائلة، أطفال. أنت بهذا الوقت عندك رغبة كبيرة أنه تقدم مساعدات للناس. أوكي، هيدي كتير، هيدي الطاقة كتير حلوة لإلك يا برج الحوت، ساعد الناس قدر ما فيك يا برج الحوت. هيدا كل شيء عم يطلع لي عامة. عم شوف ممكن يكون عندك صداع بما يتعلق بالرأس، ممكن كذلك حتى اهتم لقلبك. عم شوف ممكن صحة القلب تكون شوي تعبانة، وارد جدا القلب. ممكن اهتم حتى لمشاعرك. اوكي، ممكن حتى المشاعر اذا كانت يعني كنت بالوقت الحالي متألم او مجروح، فممكن القلب يتعب بهذه الفترة. اوكي، اهتم حتى لفكرك الداخلي او نفسيتك، اهتم فيها كتير لانه عم تطلع للدهايت بريستس. حاول تهتم شوي بالنفسية، ما تخلي الاشياء السلبية تفكر فيها بنسبة كبيرة. اوكي، هيدا كل شيء عم يطلع لي، بتمنى لك الخير والمسرات، وما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب لقناتي، وكذلك تزوروني على موقعي على الانستغرام.